بطولة ورا بطولة وموسم ناجح ورا التاني، الحال ما بيتغيرش في إيطاليا. فريق يتوج بالبطولات والباقي من خلفه بيسخروا من إخفاقاته القارية. أن تكون كبيراً يجعلك مكروهاً بين منافسيك. وفي إيطاليا يوفنتوس هو الأكبر على الأقل محلياً. أصحاب السنام لقب أطلقته جماهير الفرق الإيطالية على يوفنتوس، فحولته جماهير يوفنتوس إلى مصدر فخر. فإيه هو سر اللقب؟ اللقب مش مشهور عالمياً، لكنه مشهور جداً في إيطاليا. وبما أنهم أكبر الكارهين ليوفنتوس تاريخياً، فطبيعي أن تورينو وفيورنتينا يكونوا مصدر اللقب ده. السنم هو العظام الزائدة في ظهر الجمل، ولقب يوفنتوس هو السيدة العجوز. لما بتيجي في بالك كلمة السيدة العجوز، إيه أول صورة بتيجي في خيالك؟ أيوه بالظبط، سيدة ماشية وظهرها محني بسبب عامل السن. سنام الجمل في اللغة الإيطالية اسمها جوبي، وكبار السن في أحياء تورينو بيطلق عليهم لقب جوب بسبب انحنائهم في المشي. من هنا بيقول جماهير الفرق المنافسة على جماهير يوفنتوس إنهم أصحاب السنام كنوع من السخرية. ده كان تفسير للقب، لكن في تفسير تاني كمان. البعض بيقول إن أصل اللقب بيرجع لحظ يوفنتوس. أسطورة إيطالية قديمة بتقول الشخص الذي يلمس سنم جمل يكسبه ذلك الحظ الكبير. ولأن منافسين يوفنتوس بيشوفوا إن الحظ هو سبب بطولات يوفنتوس، فبيقول إن أكيد مؤسس الفريق لمس سنم زمان، عشان كده النادي ده محظوظ بالشكل ده. ومن هنا دي لقب أصحاب السنام. جمهور يوفنتوس مسكتش، قلب السحر على الساحر وحول السخرية لمصدر فخر. والسبب؟ جماهير يوفنتوس بتقول إن أيوة إحنا فعلا أصحاب السنام، أصحاب السنام مش عشان انحناء ظهر السيدة العجوز ولا بسبب الحظ، لكن لأننا دايما في المركز الأول وبنضطر نحني ظهرنا عشان نبص تحتينا على مراكز باقي الفرق في الترتيب.